FM. الكلمة ليك. مباراة ثانية بعد الدربي شفنا مردود ممتاز لكن في المقابل مناوشات مع جمهور المرسى. عادي مناوشات يعني هذيك هي الكورة عبد سخون أتوقع منه كل شيء نطلب سماح من جمهور المرسى من جمهور الإفريقي يعني ما مش نيت يعني رجع حد أبوزة غاديك حبيت نرميها مشيت قوية وإن شاء الله أنا ماتش مع السيابي إن شاء الله فرحوا جمهور كلمة على ماتش السيابي سرتو المباراة ذي الناس كنت تستنى فيها ضد فريقك الأم إيه صحيح نلعبوا جماعة كبيرة إحنا جماعة كبيرة كونتر جماعة كبيرة بارتي صعيبة باش تعدى توفي بنزار تلعب به ان شاء الله ربي وفقنا ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله نحب الكلوب تربح خليه يلعب خير ان شاء الله يربح سيماك شكرا لك ان شاء الله يلعب خير في مباراه الكوب يربح ما بين الكلوب وما بين سيابي متبع يلعب مع جمعيته الجديده ضد جمعيته الام نتصور انا كيمشي باش يربح باش يفرح برشا وحتى كيمشي تربح سيابي مش باش يتغشش برشا خاطر يتمنى لجمعيته حاب يبسس الرجوع 15 اكتوبر يعرف اللي برشا يستناو فيه غاديك يقول لك انا على الاقل نقول ديكلاراسيون تهدي النفوس مش ما يرحموني انا غاديك تعرف ملعب صعيب وجمهور بنزار صعيب جمهور بنزار صعيب وباش تكون مقابله بالحق باش يقعد له في البال بالنسبه لي هو يلعب ضد فريق الام ومقابله كاس ونعرفوا مقابلات الكاس ديما في تونس عندهم شهر ماخر الكلمة ليك.